Nein. Warum geht's nicht? Das ist nicht fair, oder? Hey, sei. Hey, das ist nicht fair, wie fair haben wir nicht. Wie fair, ey? أكد متابعينا مستمعينا الكرام تابعنا الشوط الأول الرئيسي للصعود بالأبكار ذهب مع وجود الشاهينية سالم بن سعيد بن سالم بن دربش العامري سجلت دقيقة 47 ثانية و60 جزء من الثانية هكذا متابعين الأعزاء بسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة الشوط الأول الرئيسي للقعدان الصعوب الذي لم يشتركن إلا في هذا اليوم أسير مع شاهين خلفان بن سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري متواجد مع شاهين انتقل مع المركز الثاني متواجد الآن مع المركز الثاني يجيد هملول محمد بن خاطر بن سلطان المقبالي والمركز الثالث شاهين محمد بن غفان بن عرتي الحميري مع المركز الثالث والمركز الرابع وصول من شاهين سالم بن سعيد بن دربش العامري والمركز الخامس محمد بن غفان بن عرتي الحميري والدخول من قبل مشير الاعلامي مشعل بن سالم الشمري ولكن عود مع مقدمة الشوط مع شاهين رقص شاهين مع مقدمة الشوط خلفان بن سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري ما شاء الله يتلفت شاهين يتلفت يسرى يمنى ما يحتاج لأي حركة يبو خلفان ما يحتاج ما شاء الله انطلق بدع مع المركز الأول والمحاولة من قبل هملول محمد بن خاطر ولكن خلاص شاهين ولا هملول بن عيلان سلام خلفان بن سعيد عيلان المهيري يعلن انه بطل الشوط الاول صعود المركز الثاني وصل فيها هملول السيد محمد بن خاطر سلطان المقبالي والمركز الثالث وصل مع المركز الثالث اللي هو المشير المركز الثالث وصل فيه الاسد السيد مبارك بن سعيد الحمرور العامري والمركز الرابع محمد بن غفان بن عرتي الحميري التوقيت الزمني دقيقه 44 ثانيه و15 جزء من الثانيه يسجل شاهين خلفان بن سعيد بن عيلان المهيري شكرا يا ابو خلفان.